إذا سمحتوا لي الإخوان غير فقط أنا وقفتوا العشوائية ديالي عطاف لي الله. بغيت غير السيدة الرئيسة إذا سمحتي لي، السيدة سيدة أعضاء، السيد أمين العام صابر، السيد وزير العدل، السي عبد اللطيف وهبي، الأخ العزيز اللي حضر معنا اليوم. كنشكروا الحضور ديالو، هذا شرف لينا كمناضلات ومناضلين. بغيت نشوف داخل القاعة، وأنا جد سعيدة نتلاقى بكم، ولكن أكثر سعيدة نشوف السيلي بار القاعة بعد ما عاشوا في خدمة روحية وعنف. ونقول لي سيد المناضل سيد نائب، حنا كنعتزو بك والحمد لله على سلامتك. أعطي الكلمة الآن للسيد ممثل القيادة الجمعية سي ميدي بازيد. شكرا سيدة الرئيسة، سيدة المنسقة القيادة الجمعية الحزب أثار والمعاصرات، سيدة الرئيسة الحزب الوطني، سيد الأمين العام، سي وهبي الرفيق الصديق الأخ الكبير، سيدات وأعضاء المكتب السياسي، سيدات وسادة عضوات وأعضاء المجلس الوطني، الرفيقات والأخوات والإخوان، نساء ورجال الإعلام، يشرفنا في القيادة الجماعية أن نلتقي بكم اليوم في فعالية الدورة 29 لمجلسنا الوطني في لقاء نعقده برهانات سياسية اقتصادية اجتماعية جد دقيقة، وفي سياق وطني يتميز بنجاحات متنوعة خصوصا كما كتعرفوا على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك نصره الله، مما يوسع بالاقتناع بعدالة قضية الصحراء المغربية. إن بلادنا حققت عدد من المكتسبات والنجاحات على المستوى قضية الصحراء المغربية، وهو ما يظهر عبر مواقف الدول العظمى بالإضافة إلى المواقف الواضحة والدائمة للدول الصديقة والشقيقة. وهذه الديناميكية التي يجدها من الصحراء المغربية يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وحنا داخل الحزب أثار والمعاصرة واعون باستمرار خصوم بلادنا في تسخير كل إمكانياتهم وثروات شعوبهم للتشويش على الحق المغربي ومحاولة نيل الانتصارات الزائفة تتنافي مع القرارات الأممية ومع الشرعية الدولية وحتى مع الواقع، كما حصل مع القرار المحكمة العدل الأوروبية مؤخرا، والذي حاول استفزاز المغاربة من خلال تزوير وقائع وخيف على بلادنا، حين اعتبرت أننا غير معنيين بهذا القرار غير المنطقي، لأن المعني به في الحقيقة هو القرار السياسي الأوروبي الذي يعرف جيدا حجم صدق المغرب كشريك استراتيجي موجود فيه. وانسجاما مع ما جاء فيه مضامين خطاب الملك السامي موجه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أنا داخل الأسرى والمعاصرة مدركون أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم، كما نعتمد التوجيهات الملكية السامية كحزب وطني مسؤول خارطة الطريق في رسم معالي تحركاتنا مستقبلا في قضية الصحراء المغربية. حضرات السيدات والسادة، إذ كانت التوجيهات الملكية السامية هي خريطة الطريق بالنسبة لنا في الصحراء المغربية، فإنها كذلك في باقي القضايا الاجتماعية السياسية والاقتصادية، آخرها التوجيهات السامية لجلالة الملك للحكومة بتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتمديد تقديم مساعدات مادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وقبلهما بأسابيع قليلة مبادرتين إنسانيتين متمثلتين في العفو على عدد من النشطاء والصحفيين بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، والعفو السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة الخلب الهندي، مبادرة اجتماعية نجدد باسمكم جميعا تثمينها والاعتزاز بها لما تخلفه من ارتياح شعبي كبير وإشادة حقوقية وسياسية وطن وخارجه، وتحملنا كنخبة سياسية مسؤولة قيادة هذه المكتسبات الإصلاحية الاجتماعية للحفاظ على هذا الرصيد الحقوقي القوي والدفع بهما نحو مزيد من التحصيل. حضرات السيدات والسادة، في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا العديد من المكتسبات السياسية والديمقراطية مما يجعلنا
وتنعم بتطور سياسي وديمقراطي متواصل وباستقرار مؤسساتي، فإننا في حاجة اليوم إلى إصلاحات سياسية جديدة هدفها تطوير الديمقراطية الداخلية ورفع من جاذبيتنا منهجنا السياسي لجلب نخبة متجددة في الخراف الفعل السياسي والأحزاب السياسية، اعتبارا منا بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يطور طرق العمل والممارسة السياسية والمؤسساتية. إن مختلف أوجه التقدم والإصلاحات التي نجحت فيها الحكومة في تحقيقها رغم الظرفية الدولية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف، وذلك بفضل السامية وبفضل كذلك الانخراط المسؤول لباقي المكونات التحريرية وبإزام الجراحات البناءة التي تقدمها المعارضة الوطنية الصادقة، مما مكن من بناء مغرب حداثي بمكانة محترمة في الساحة الدولية. لكن في نفس الوقت لا تزال بلدنا تواجه إشكالات لا سيما في المجال الاجتماعي وفي العدالة الترابية، حيث أن هناك عدد من في حاجة للإنصاف على المستوى العائلات الثروة الوطنية وسياسة التنمية في تحديات تستقبل جميعا وتضد تأثيراتها قائمة على الكثير من الفئات الاجتماعية الهشة وعلى العديد من شبابنا، وهي تراكمت عبر السنوات. نقولها بصراحة وشجاعة ونشتغل داخل الحكومة والأغلبية على معالجتها وجعلها أولى الأولويات، ونرفض في نفس الوقت تضخيم المعطيات والركوب عليها لتسجيل مواقف سياسية سطحية على الحكومة في نقد غير موضوعي لخد التطور إلى دون فحل، بل يعطي هدايا مجاني لخصوم بلدنا في الخارج من أجل المس بسمعة وصورة بلدنا والطعن في مصداقية تعهداتها الدولية وبرامجها التنمية وأوراشها الإصلاحية الاستراتيجية، كما أن عملنا يبقى بعيدا عن الشعبوية والمنطقة الإدارة. لذلك نعرف في حزب أثار المعاصرة وداخل حزب أثار المعاصرة بأن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة والأغلبية والمؤسسات المنتخبة التجلد والتعاون البناء والمزيد من الجدية الجماعية أثناء معالجة اختلالات هذه الأوراش الاجتماعية الثقيلة جدا لمعالجة ظاهرة بطالة الشباب والتأخر الحاصل في بنية الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق النائية. ونحن على اليقين تام من قدرة بلادنا على الكسب هذا الرهان والتجاوز كل الصعاب، كما أن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تتصدر اهتماماتنا بالنظر لما تعرفه الأسواق الوطنية من غلاء في عدد من المواد الأساسية خصوصا اللحوم بشكل يؤثر على الحياة اليومية للمغاربة، رغم المجهود الذي قامت به الحكومة في مجال الدعم، غير أن هذا الدعم لم ينعكس بشكل مطلوب على المواطنات والمواطنين. لذا نجدد دعوتنا لفرقاء الأغلبية إلى التقييم الموضوعي لهذا الدعم بشكل يمكننا من تجاوز الاختلالات وتحقيق الغايات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. نتفق جميعا على أن التدبير الحكومة خلال نصف الولاية الحالية كان ناجحا بكل مقاييس، رغم صعوبة المرحلة والإكراهات الداخلية والخارجية المتنوعة، ورغم ذلك الحكومة الأزمة الخارجية بشجاعة وفي نفس الوقت أقبلت على قرارات داخلية جد جريئة. لكن ربما هذا الجهد لم يصل بالشكل المطلوب إلى المواطنات والمواطنين، مما يجعلنا أمام تحدي التواصل وتقويته خصوصا التواصل المباشر. لذلك نشتغل على تنظيم لقاءات جهوية مباشرة لمزيد من التواصل والشرح ما قامت به وما تقوم به هذه الحكومة. التواصل العمومي والاشتغال على الإصلاحات الاستراتيجية والحقيقية والتسريع وتيرتها وتنزيلها على الميدان والوقوف حاجزا أمام اللوبيات المستفيدة من الأوضاع الحالية والتي ترفض كل تغيير، وأن يتم كل ذلك بصدق في عمل والوضوح في الخطاب سيكون ضمن أولويات الأثر والمعاصرة. كنعقد هذه الدورة برهان داخلية جد كبيرة كذلك تصدرها أوراش مواصلة بناء الهيئة الحزب على أسس ديمقراطية صلبة مع منح فرصة للجميع وإعمال مبدأ التسؤوليات والاحتكام الديمقراطية والشفافية وتأسيس منظمة فاعلة للشباب وإخراج أكاديمية للحزب للوجود، خصوصا النجاح الكبير الذي عرفته الجامعة الصيفية للشباب في الأثار والمعاصرة في دورتها الأولى، وهي مناسبة لتأنيها من اشتغل لإخراج هذا المشروع وساهم في النقاش العام والذي كان في المستوى العالي، يعني في مستوى شابات وشباب حزب في النقاش العمومي، وهو نجاح لنا نفتخر به لأن الحزب لديه جيل مقبل قادر على الممارسة السياسية ببلدنا بأخلاق. كما
يجب علينا إعادة بناء جسور ومؤسسات التواصل مع المنتخبين بطريقة أكثر فعالية، والعمل على فتح حوارات داخل كثير من التنظيمات والمهن المواجهة للحزب، ومواصلة تفعيل السياسة الإصلاحية في الإدارة والإعلام للحزب، واستكمال المؤتمرات الجهوية والإقليمية المتبقية، وتنشيط جميع القنوات المحلية، وفي مقاربة موضوعية لقضايا القرب المحلية وغيرها من مجالات التنظيمية داخل الحزب. وبهذه المناسبة نشيد بالتوافق الذي تبع تشكيل هياكل ولجنة الموضوعات للمجلس الوطني التي انخرطت بحقه بشكل مسؤول في رسم مقاربة لمختلف القضايا الراهنة. كما سنضم في القيادة الجماعية للحزب، نؤمن بأن ميثاق الأخلاقيات باعتبارين ميثاقا واقعيا ملزم للجميع قيادة وقواعد حتى نستطيع كسب رئاسة حزب سياسي قوي. أتمنى التوفيق لأشغال دورتنا هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.